ايش فيك؟ كلمة كلها هذه ما تصح لك. شوف لك واحدة من اهلك ربعك ديرتك دينك. لا 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 افورت وايد وايد افورت وطني مو لايق عليك. طولتي طولتي يابا ما تصح لك هذه. ابن حلال هذا ممكن قول له امثله صايرت لك خليه يقتنع. خلاص والله على شانك بعطيه مثال ثاني فري يا حبيبي. هذه طال عمرك ممكن اللي تزوجتها ممكن تخسر شغلك مواعيدك دوامك. شلون؟ فرق التوقيت اللي بيننا وبينه. ايه فرق التوقيت الساعة ايش يضر؟ ممكن دوامه 7 بتقعده 10. لا يا عطنا فري عطنا فري ان شاء الله فري احسن. الفري انا اقول إيه؟ هذه ممكن اول يوم زواج بتقول لك زيد معاش. لا زوجته هذه شيء بتشوف بتصير زوجته بتتذكر كلامي وراسك لا تحلف براسي. انت لا الاساس صح ولا الفري اثنيناتهم مو صح. صح مو صح يا حبيبي. ايه شرطت شرطين وانا وافقت عليهم. شنو هما؟ تبي مهر 10,000 دينار وقلت تم. حرام عليك 10,000 عشان هذه؟ إيه؟ لو معطيني 2000 ما اخذ الوالده. عيب عيب والله ابوك يسمع تضايق. بألف يغض النظر. شلو العائله ايش فيكم انتو؟ يعني والشرط الثاني؟ نعم. قالت لي تبي الجنسيه يا لا 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 لا